العمل الإنساني وثقافة الفكر التطوعي يلي عم جسد أفكاره كتير من الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية وأيضا المبادرات الأهلية الشبابية يلي حافظت بعملها الميداني على نبض الحياة السوري. أكيد سلمى، واليوم بصباحنا غير رح نسلط الضوء على نشاط جمعية جذور للدعم النفسي والاجتماعي المشهرة بقرار 1875 بتاريخ 1/11/2016 يلي استطاعت يمكن بفترة قصيرة إثبات اسمها بسجل العمل التطوعي السوري من خلال عدة محطات ومشاريع ومبادرات. رح تحكي لنا عنها السيدة خلود رجب، رئيسة ومؤسسة جمعية جذور للدعم النفسي والاجتماعي. سعد صباحك. صباحكم غير اليوم سلمى ونور. يسعد صباح. صباحك. بالبدايه رح نبدا حديثنا يمكن نحكي عن مجمل الانشطه اللي مخططين الى جذور ل 2017، ويمكن رح نسلط الضوء شوي على جرعه حب اللي كان ب 13 شباط مع جمعيه بسمه. هلا اذا بدنا نحكي شوي عن جذور، هي مثل ما ذكرتوا انه عمرها قصير يمكن، بس كانت سريه بالمحتوى والمضمون كثير. هلا بال 2017 بلشنا فيها من خلال حمله لمه حب اللي توجهنا فيها لاطفال جمعيه العوده، دار ايتام جمعيه العوده. كمان بعدها توجهنا بفرحه دفا لمنطقه نهر عيشه لتوزيع الالبسه الجاهزه عليهم. اذا بدنا نحكي شوي عن جرعه حب، هي حبينا نتوجه فيها لاطفال جمعيه بسمه ضمن فعالية كانت بتحتوي عدة فقرات، كان النشاط داخل المشفى. حبينا نتوجه طبعا لأطفال هنا بحاجة كتير رعاية واحتضان بعد ما فقد طبعا سلبهم المرض جزء من حياتهم وأنه يعيشوا بشكل طبيعي. كانت الفعالية طبعا داخل المشفى، ضمنت عدة فقرات، كانت في رسم على الوجوه، ألعاب خفة، حاولنا نتواصل معهم، هي نوع من المشاركة الوجدانية كانت. طبعا من وحي الألم يولد الأمل، فحبينا نعطيهم جرعة محبة، جرعة أمل ببكرة، أنه دائما إن شاء الله هيك يكون، نتمنى لهم دائما الشفاء العاجل إن شاء الله. إن شاء الله. طيب خلينا نحكي بعد جرعة أمل النشاطات اللي قمتوا فيها. نحن عم نقول فترة صغيرة، تقريبا صار لكم 3 شهور فعليا، لكن صحيح. في عدة نشاطات، ويمكن الفئات اللي عم تستهدفوها فئات جدا مهمة يجب تسليط الضوء عليها رغم كل ظروف البلد اللي عم تعيشها. صحيح. هلا بالنسبه للجذور، هو صميم عملنا الدعم النفسي والاجتماعي، فحبينا نتوجه لكافه شرائح المجتمع السوري ونغطي شريحه كبيره من المجتمع السوري. هلا نحن بلشنا طبعا بتاهيل معهد التربيه الخاصه للاعاقه الذهنيه ضمن مشروع جذور الامل، واللي هو هذا المشروع عندنا هو من المشاريع اللي بتتمتع بالديمومه الاستمراريه بجمعيه جذور. نحن مسؤولين تقريبا عن 30 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه، وعندنا مشروع لكفاله ذوي الاحتياجات الخاصه. طبعا عندنا كثير حملات، حمله ذهب عتيق اللي توجهنا فيها لدور المسنين واللي راح تكون مستمره بال 2017 ان شاء الله، كمان عندنا حمله لمه حب اللي كمان حنتوجه فيها لدور الايتام الموجوده بمدينه دمشق طبعا، وبعدين حنغطي بقيه المحافظات السوريه. في عندنا كمان عده مشاريع هلا عم تنطرح، مشروع بخص المراه السوريه تحديدا المراه المعنفه، لانه احد اهداف جمعيه جذور هي تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي. فعنا مشروع هلا نحن بصدد التحضير له بخص تمكين المراه، تامين فرص عمل واعاده تاهيلها. نعم. يعني خلينا نحكي ايضا كمان عن النشاطات اللي بترتبط حاليا بتعزيز الشراكه بينكم وبين مؤسسات المجتمع الاهلي وايضا الحكومي، وبالاخص مع وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، واخرها يمكن اعاده تاهيل لوز وسكر بتوقع هيك اسمه. طبعا. نحكي شوي عن هذا النشاط شو بيتضمن. طبعا هلا ضمن خطة جذور كمان كان في تعزيز التشاركية سواء مع مجتمع أهلي أو قطاع حكومي. طبعا بلشنا التجربة بعقد شراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برعاية كريمة أكيد من السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذة ريما القادري، مشكورة. بلشنا بتأهيل قسم رياض الأطفال الموجود بالوزارة، نحن أطلقنا عليه اسم لوز وسكر، لأنه حاولنا نحافظ على الأطفال الموجودين بالروضة، وهي كلهم أعمارهم متراوحة بين الأشهر للخمس سنين، فحاولنا نراعي هذا الموضوع ونعمل فصل بقسم الروضة، قسم للنشاطات، قسم يكون فيه شيء ترفيهي وألعاب ترفيهية للأطفال. طبعا قمنا بإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية لتوفير بيئة صحية لمكان تواجد الأطفال. طبعا من حق الأطفال يكون في مكان أو بيئة صحية يتواجدوا فيها يلعبوا فيها، لأنهم عم يقضوا وقت كتير طويل بهذا المكان. طيب قديش مهم فعلا اليوم التشاركية بين المؤسسات الحكومية إن كان
والجمعيات الأهلية، لأنه نحن يمكن بظروف صعبة عم تمر فيها البلد، فهي التشاركية بتساهم باستمرارية العمل. صحيح صحيح. هلأ أنا بقول دائما أنه آلية عمل الجمعيات خلال الأزمة هي اختلفت كتير. نحن ما بدنا بس نحاول نقدم شيء إغاثي، مفروض يكون عندنا دائما مشاريع تنموية، إعادة إعمار فكري، نركز على الإنسان اللي هو عصب الحياة وعصب الدولة. التشاركية هون بتعطي ثراء وإضافة للعمل اللي أنت حضرتك عم تقومي فيه. تمام. نحن بحاجة لتضافر كافة الجهود، سواء فردية، حكومية، مجتمعات أهلية، لحتى نعيد إعادة إعمار سوريا طبعا من أول وجديد. أكيد. يعني جذور هي اسم يمكن أخذ معناه من الأساس أو البناء الأساسي والتمسك بالأساسيات، ويمكن بيسمع هيك أسماء كل النشاطات اللي بتقوموا فيها، لوز وسكر، ذهب عتيق، جرعة حب، وهلا بدنا نحكي عن حكاية حلم، بيعرف أنه في خطة أساسية للاستمرارية بهذا العمل ولحتى تكون قريبة من الشارع السوري. خلينا نحكي عن حكاية حلم. هلأ حكاية حلم هو حبينا نتوجه فيه لهيئة أبناء وبنات الشهداء لننمي المواهب الموجودة عندهم. هو حيكون على شقين، تقديم دعم نفسي بالإضافة لاكتشاف المواهب الموجودة عندهم، صقلة تنميتها، المتابعة معهم، لأنه تحديات الحياة صارت كتير كبيرة، وقديش بحاجة تكوني شخص مبدع لحتى تكوني شخص ناجح بالحياة. فنحن هون عم نحاول نكتشف المواهب، نكونوا أشخاص خلاقين أكثر، مبدعين أكثر. هو حيكون تقريبا عندنا أكثر من عدة مراحل، بارت 1 بارت 2. بالإضافة كمان نحن بهذا المشروع حكاية حلم رح نتوجه لذوي الاحتياجات الخاصة وتحديدا المكفوفين، لأنه سبق وتوجهنا لهم بمبادرة كان اسمها لحن الحياة، تواصلنا معهم من خلال الموسيقى ولاحظنا أنه عندهم مواهب كتير، ولكن هي المواهب بحاجة لصقل ونقدر نضوي عليها لنعيد اندماجه تماما، لنعيد اندماجه بمجتمعه من أول وجديد. ويمكن لهيك اختصيت مو فقط بالدعم النفسي، بالدعم الاجتماعي، لأنه عم نلاقي بالأزمة أنه كتير في من النشاطات والجمعيات بتختص فقط حصرا بالدعم النفسي. الدعم الاجتماعي مهم جدا وهو مكمل للدعم النفسي أساسي. تماما. هلأ أنا دائما بقول أنه ما فينا نقدم دعم نفسي إلا من خلال هرم معين، يعني أنت بدك تكوني أو تتواصلي بشكل متكامل أو تشتغلي على الموضوع كله بشكل متكامل. يعني نحن وتأهلنا مع هذه التربية الخاصة للإعاقة الذهنية أو حتى تأهيل الروضة، تمام، نحن عم نفوت لنعمل نشاط دعم نفسي، ولكن عم نلاحظ أنه المكان غير مهيأ لأنك تبلشي تشتغلي بنشاط دعم نفسي. المفروض يكون في تهيئة قبل، تعملي البنى التحتية ممكن مثلا، أو تشوفي الأدوات اللي لازمة لحتى تقدمي نشاط الدعم النفسي، وبعدين ممكن ننتقل لمرحلة تانية، نعمل دورات تدريبية ممكن للأطفال، أو نتوجه بنشاط دعم نفسي آخر، كل شيء له خصوصيته. أكيد أكيد. خلود، خلينا نحكي شوي يمكن عن العدد، قد ايه كبر جذوركم، قد ايه امتدت بالمجتمع السوري، قد ايه قدرتوا توصلوا لها يمكن شباب وسيدات أيضا ورجال يشتركوا معكم بجذور ويرجعوا هيك لجذور المحبة، جذور التواصل. صحيح. هلأ جذور هي رفعت شعار العمل محبة، والمحبة جذور. فنحن بكل نشاطاتنا ومبادراتنا بنحاول نترجم العمل لمحبة، ويمكن هذا الشيء دائما رسالة من القلب للقلب بتوصل. الحمد لله نحن العدد كل ما له عم يتزايد، عندنا كوادر وكفاءات كتير كبيرة موجودة بجمعية جذور، عندنا قسم طبي متكامل لاحقا رح ننوه عنه أكيد، يعني عندنا قسم الدعم النفسي اللي هو كمان عندنا موجود بشكل مختصين. تمام، هذا اختصاصنا بالنهاية، هو صميم عمل جمعية جذور. عندنا أقسام تانية كمان هلأ نحن عم نفعلها. يعني أنا بحب أقول دائما أنه العمل التطوعي بالنهاية قديش نحن بحاجة لنكرر ثقافة العمل التطوعي بالمجتمع السوري، وخصوصي بظل هالأزمة وتداعيات الأزمة، قديش بحاجة نضوي على ثقافة العطاء وثقافة عمل الخير اللي هي متأصلة ومتجذرة بداخل كل شخص منا. طيب خلينا نحكي بالختام كلمة بتوجهيها لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يتابعونا، لكل يمكن للي حابب ينضم لكم يكون عنده يمكن لو وقت صغير أو وقت فراغ يكون معكم ضمن هي الجمعية ويشتغل بالعمل التطوعي. هلا أنا دائما بقول في مقولة بحب دائما رددها، هي إنه العالم يبدو أكثر جمالا عندما يكون خلفه ابتسامة. فقديش نحن بحاجة فعلا لنضوي على ثقافة العطاء وثقافة عمل الخير، وقديش بدعي الشباب وشريحة الشباب كلها، أي شريحة كانت، إنه فعلا هو العمل التطوعي قول وفعل وممارسة، يلي ما بيقدر ينزل بشكل ميداني على الأرض يمكن كلمة تعمل فرق. وبتمنى فعلا من كل الشباب يتطوعوا
بأي جمعية أو حتى تطوع فردي، لأنه نحن فعلا خلال الأزمة بحاجة لكثير من الأعمال التطوعية ليرجع نبني سوريا من أول وجديد. أكيد. بالختام بدي أتشكر كثير وجودك معنا خلود رجب، رئيسة ومؤسسة جمعية جذور التنموية الثقافية. شكرا لوجودك معنا، وشكرا لكل سوري قدر اليوم أنه يمد إيده ويرجع هيك شوي لأخوه سوري ويعطي لمسة إنسانية لحياته. شكرا لك. نتشكرك خلود على وجودك معنا، ويمكن اللي يميز حلقة اليوم سلمى أنه فيها بصمة سورية خاصة رغم كل ظروف الأزمة، لأنه الإبداع والتميز السوري موجود وعم يتحدى الإرهاب كل يوم. شكرا كثير لك. شكرا موصول لكم.